أهلا بحضراتكم من جديد. والأهلي ينتخب، هذه النافذة الديمقراطية التي تم تخصيصها لانتخابات النادي الأهلي حتى يطل منها كل السادة المرشحين على جماهير النادي الأهلي اللي هم أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي المدعوين للاجتماع 25 و26 نوفمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد. أستاذ حامد عز الدين ضيفنا الكبير كان قبل الفاصل يتحدث عن الفارق بين الأهلي في الأمس واليوم وغدا انتخابيا. نعم. أنا مش هقولها انتخابيا، أنا هي الجمعية العمومية الختامية. لأنه الجمعية العمومية السنوية العادية إما أنه بتنعقد أو لم تنعقد فبيفوض مجلس الإدارة. مجلس الإدارة. أما هذه الجمعية فهي جمعية بتجرى في بعدها الانتخابات، ورغم ذلك فإنه طبقا للوائح اللي بيناقش هو الميزانية بتاعت السنة الأخيرة اللي انتهت 30/6/21 والتصور الموازنة بتاعت 21/22 ثم إجراء الانتخابات. ولذلك أنا اعتبرت انه حرص مجلس إدارة النادي الأهلي انه هو يعمل ميزانية النادي الأهلي على مدى 4 سنين كانت نقطة في غاية الأهمية من مجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه اللي بيحصل انه بيحصل كروتة النظر في الميزانية والحساب الختامي بتاع النادي الأهلي في السنة الجمعية العمومية الختامية اللي هي في الربع كل 4 سنوات. فهو عرض كل شيء وبكل تفصيل وعبر كل وسائل إعلامه، إلى درجة أنه أعيد العرض مرتين وثلاثة بكل التفاصيل الدقيقة، فجنب أعضاء الجمعية العمومية عبء المتابعة. ورغم ذلك فإنه الميزانية بتاعت السنة 2021 وتصور 21/22 موجود طبعا متاح لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، وأنا أعتقد أنه يمكن لمجلة الأهلي أن تقوم بهذا الدور، والموقع الإلكتروني للنادي الأهلي لابد أن يقوم بالتفصيل الشديد أنه يحط الحاجات دي، ومش بس أن احنا خلاص بقى حكاية الكتب دي والطباعة وكده. كان بيبقى موضوع مختلف. الآن احنا لابد أن نستعد، وأنا على يقين أن النادي الأهلي سيكون الرائد كما عود الدنيا طول حياته في بداية الأهلي الإلكتروني. الأهلي الإلكتروني؟ نعم. انتخابية؟ لا مش بس انتخابية. احنا الآن التطبيق الأهلي تطبيق الأهلي أونلاين اللي أنا سألت طبعا قبل النهاردة عشان أعرف ففوجئت إنه نسبة كبيرة جدا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي تتعامل في البحث عن الخدمات أبليكيشن الأعضاء على التطبيق اللي هو الأبليكيشن الخاص بأعضاء الأهلي اللي هو بيسجل فيه وهكذا. ولدينا أكثر من 30,000 من 30% أقصد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي مسجلين على التطبيق، ومنهم ثلثهم تقريبا سدد الاشتراكات وحجز في الخدمات وحجز في الفرق الرياضية وهكذا. ولابد من تشجيع ده الفترة اللي جاية بشكل كبير، ثم استطلاع آراء أعضاء الجمعية العمومية الكبيرة للنادي الأهلي في كل الموضوعات المهمة والقرارات المهمة اللي احنا عايزين نعرف وجهة نظرهم فيها، وذلك استعدادا لأن تكون هذه هي آخر انتخابات واقعية، وأن تكون الانتخابات في الجمعية العمومية بإذن الله سنة 25 ربنا يحيينا ويحييك إلكترونية افتراضية، لأنه ده كان من دي تبقى نقلة كبيرة قوي. أنا الحاجات اللي بفكر فيها
من زمان، وتحققت الحمد لله انه احنا ما نبقاش مجرد متابعين للتطورات التكنولوجيه لكننا نستفيد منها. والدليل الاعلام الاهلاوي. هذا الاعلام الاهلاوي بيحقق دخل الان عبر وسائط الاعلام المختلفه، لانه جماهيريه الاهلي ضخمه جدا. الاهلي عندما يبقى عنده نشره اخبار بيذاعها باللغه الفرنسيه واخرى باللغه الانجليزيه، من الذي يتابعه؟ تتابعه الدول الافريقيه. الاهلي له جماهير في افريقيا، له جماهير في شمال المغرب العربي، فعلينا ان احنا نهتم بيهم هم كمان، على اساس انه يعني يبقوا متابعين الكيان اللي هم عارفين قيمته وعارفين قدره، وايضا حتى يتعلم الاخرون. لان احنا الاهلي بيهتم بيه انه مش بس يبقى التطور والتقدم له، ولكن هو بينقل تجربه عمليه لكي يقلده الاخرون، لكن هو دايما بيبقى الاساس وهو بيبقى الجوهر. عندما سيتم استخدام التطبيق الالكتروني في التعرف على وجهات نظر واراء، وبالنسبه يعني احنا هنقول والله قدامكم اسبوع وده بول، ده استطلاع، ما رايكم لو عملنا كذا؟ نسمع وجهه نظركم، خاصه ان